هاي منطقة حي الجزائر. تحكيلي عن هذا الموقع. والله هذا الموقع هو موقع مال بلدية يعني، وبعدين يعني على أساس آثار وبلدية فهو بلدية يعني باعتبار أننا تابعين للبلدية يعني. فبقى هذا منتزه متنفس واحد في المنطقه والاطفال هاي، حتى قبل فتره عندنا ازاله يعني صارت من باعتبار تجاوزات، فهو عيم هذا بناء عيم اي دقيقه انا اشيله، بس ناشد مدير البلديه الاستاذ عبد الستار حبه الواحد بس يبقي لهم الثغره لهذول الاطفال كلهم قاموا يتباكون هذا، فنحن ايش نعمل بهذا الدور دور مالته يكون هو يعني راعي لهي الاطفال هاي. ايش قد الالعاب؟ الالعاب كلها على ربع عندي هوني يعني بربع الثمن، وعندي العبايات الكهربائيه ب 500 والماء عنده مجاني. هالشيون منطقة منطقتنا أهلنا كلهم ما ما يكون كله أي يجينا الماء عنده شو نقول له. والله أنا من قبل يعني على طول قبل بشهر أرتب لهم أحضر لهم، لأن جو حار هذا إذا ما بالشمس غطاءات والهاي تكون صعبة بهالحر، هذا مبردات خليته لهم وهذا في سبيل شوية يرتاحون قطية. والله جبت ابني هالولد الله يبارك فيك. والله الالعاب حلوه وزينه واسعارها مناسبه يعني حيل حيل يعني. والله ربع اكو 500 يعني الالعاب حيل زينه. ما شاء الله فرحانين، ونريد نطلب من الحكومه، عندي مناشده ما صغيره اريد اوصلهم. عندي انا ساكن بحي الجزائر قرب سوق اللحوم يم جامع فيصل حواس. عندنا منتزه كبير. ومسيج كامل بس يراد له ترتيب من قبل البلدية، صار يرسع مكب مع النفايات ومخلفات الدواجن يعني، ونحن منطقة سكنية ومقاب وصاير أجلكم الله مكب مع النفايات ما يبعد عن الجامع 20 متر. نتمنى يعني نتمنى صوتنا يعني يصل جهات المسؤولين سيد مدير البلدية، بس مجرد ترميم وتجير ويعني هم يكون جماليه للمنطقه وهم يكون يعني متنفس العوائل. ايمتى جيتي؟ قبل شويه، قبل ساعه شيء. انا صديقاتي صديقاتي. انت صديقه؟ ايه. اخذتوا بعيدانيات؟ ايه. منين؟ من القرايب. من القرايب؟ ايه. هم اعطوني. هم اعطوني. خلصتم ولا بعد؟ لا بعد. كبتي كل الالعاب ولا بعد؟ لا بعد، بس قبل هذا وهذاك. ايش شفتي الالعاب حلوه ولا ما حلوه؟ تبي مرحله رابع؟ الرابع. وانت مع من جيتي؟ مع اخواتي. ايش شفتي اليوم الاول؟ والله حيل طيبه. الساعه ايش جيتي؟ بالليل 10 9 ونص هيجي. اي حتى عيدانيتك؟ اي اخذت. من عطاك؟ بابا طعاني 10. لا بعد. هسه توتنا جينا لعبنا بالديسكو. ايش شفتي الالعاب اليوم؟ والله طيب. ايش الكبت؟ بلفين. ايش هي ملعب الكبت؟ ديسكو ونطاز، وديسكو ونطاز مرتين مع جيراننا. خذ عيدانيه بابا؟ والله من عند ابوي. ايه. ايش الكبت؟ بربع. ايش الكبت؟ اول شيء ديسكو وهذا النطاز. ايه. انت من يجي؟